أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج شخصية معروفة. ضيف الحلقة لهذا اليوم الحقوقية والناشطة الاجتماعية الست أزهار الدليمي، فنرحب بها أنا وأنتم في برنامج شخصية معروفة. أهلا وسهلا طبعا، وشكرا جزيلا لاستضافتي بهذا البرنامج الرائع، وإن شاء الله نقدم اللي يخدم الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بك مرة أخرى ست أزهار في برنامج شخصية معروفة. أهلا وسهلا. بما أنك حقوقية وناشطة اجتماعية ست أزهار، أحب أن أتناول بعض المواضيع معك أكيد حول العنف الأسري. كثير من الحالات نشاهدها في السوشيال ميديا وفي الفضائيات، أيضا نشاهد هناك آباء يعنفون أولادهم بطريقة سلبية جدا. ما هو انطباعك ورأيك بهذا الموضوع؟ بدء أستاذ، العنف الأسري هو كل حالات اللي تمس الأسرة، يعني احتمال أم تعنف ابنها أو زوجة تعنف زوجها، صارت عندنا هواي حالات. زوجة تعنف زوجها؟ بالضبط، صارت عندنا هواي حالات، يعني عندنا بالمحاكم. أو زوج يعنف زوجته، أو ابن يعنف أبوه. المهم العنف الأسري احنا ماخذيه بطابع انه زوجي عنف زوجته خلاص. العنف الأسري اشكال استاذ، يعني اكو عنف مادي، اكو عنف اقتصادي، اكو عنف اجتماعي. كثير من الحالات هي حالات العنف. الحالة المادية، يعني اذا عائلة تمر بأزمة مادية هذا عنف مادي. يعني العائلة ما عندها عنف اجتماعي، ما عندها، بس عندها عنف مادي، عنف اقتصادي. ما تقدر تلبي حاجات أو طلبات العائلة. عندنا عنف قضائي، اكو حالات انه صدرت قرارات عنفت الأسرة، مثلا بعدت الأم عن أطفالها، بعدت الأب عن أطفالها، هذا هم عنف. فكثير حالات العنف اللي موجودة بمجتمعنا، قسم أكودا نتداركها، وقسم يعني صعبة أنه نتوصل الحلول إليها. نعم. أنت مع أم ضد العنف الأسري؟ أكيد ضد العنف الأسري. ضد العنف الأسري، لأن أي ما توصل النتيجة. لا أستاذ، أي حالة عنف يعني تؤدي إلى عواقب، تؤدي إلى شذوذ اجتماعي، شذوذ جنسي، شذوذ اقتصادي، حالات السرقة، حالات الطلاق. يعني عندك فكرة أنه حالات الطلاق قانون الثاني يعني 2022 وصلت أكثر من 6000 حالة طلاق. الطلاق، ما هو السبب الرئيسي لطلاق الأزواج أو الزوجات؟ ليش الزوج يطلق زوجته؟ أو ليش الزوجة تطلب طلاق من زوجها؟ شنو السبب؟ يعني السبب الرئيسي بهذا الموضوع؟ والله اللي... أستاذ، هي كثير حالات. أكو حالات مثلا الهجر، زوج يهجر زوجته. فقانونا وشرعا سنتين إذا هجرها فمن حقها أنه تطلب تفريق قضائي. أكو حالات الضرر، يعني حالات الضرر منها أنه اللي تندرج ضمن مسمياتها العنف، الضرب، الإهانة، التقصير، تصير بالواجب البيتي، هاي كلها أسباب للطلاق. أكو أسباب عدم توافق الزوج والزوجة، فهذا يؤدي إلى مشاكل عائلية، مشاكل أسرية، وتتطور الحالة وهواي شغلات. بالحال بالفترة الأخيرة عندنا ظهر زواج القاصرات اللي هي دون سن ال 15، فيروحون المحكمة توافق عليه أكيد، يعني يصدقون العقد. توافق 15، فما من 15 حاليا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي قانونا. بعد ان تعرض الزوجه الى يعني تقرير طبي على مده تتكون صوره عند القاضي انه هي تكملت جسميا وهو يشوف وضعها همينة، تبقى راي القاضي وبموافقه وليها. لكن الشيء اللي يصير، دي يروحون المكاتب الزواج الخارجي، دي يعقد لها السيد، عقد السيد شيخ، يعني شيخ. رجل دين، هي رجل دين. ومعتمدين على انه زوجوهن بالثمان وعلي بالضمان، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يدرون انه ذاك الوقت يختلف عن هالوقت. يعني بناتنا كانوا 8 سنين متهيئة انه تتزوج وتفتح بيت، بس هسه عندنا يعني البنية صارت طالبة، صارت طبعاً موظفة، صارت ناشطة، يعني ما ممكن بهيج عمر. ابن حالات هواي، يعني آخر حالة بكربلة أنه 12 سنة توفت بالولادة، توفت جسمها ما تحمل،
ما متهيئ للزواج والحمل، تعرف هاي تغييرات فسيولوجية بالجسم. طبعاً طبعاً أكيد. فصارت عندنا هواي هيك حالات، وزواج القاصرات يعني ماخذ نسبة من حالات الطلاق عندنا هواية. ست أزهار، من خلال كلامك جاي الدافعين عن المرأة، يعني ذبيت الصوت كله بالرجل، المرأة كأنه يعني ملاك، هذا اتهام المحترماتي. لا لا لا. لأنه حضرتك مرأة جاي دافعين عن المرأة، تقول الهجر أوكي صحيح الرجال هجر، خلينا نقول المرأة يعني ايش قد بالالف او بالمية اللي هاجروا، واحد اثنين خمسة عشرة استاذ. زين احنا ليش ما نقول مثلا اكو بعض الاحيان اكو محترماتي للنساء ما تحمد ربها على النعمة اللي انطاها يا الرجل، زين وما مقصر، بس هي لربما مشغولة بغير امور، مشغولة بالموبايل، ما شلون بالله ما تهتم الرجلها، ما حضر واجباتها البيتية يعني حقيقة يعني زين، او مثلا ما تتحمل العمة، ما تتحمل عمتها، تقول مثلا على سبيل المثال تقول رجلي زين بس عمتي محترماتي مو خوش آدمي، أنا بسبب عمتي اتطلقت. أنا دا أشوف بالمحاكم العراقية سبب طلاق المرأة بالدرجة الأولى عدم تحملها المسؤولية المرأة صحيح تجاه رجلها صحيح. زين دخلت من عالم يعني في بيتها يعني حضرتك أم متعبة بنتش على الشغل بالبيت تستخطيها تقولين لا خطية لا وما أعرف شنو وما أريد أتعبها ما أريد أشغلها، بالتالي راح تروح غير مؤهلة زين، ما راح تروح تتزوج، إيش تترجين من غير مؤهلة يعني فتاة غير مؤهلة في بيتها. حكينا عن هذا الموضوع. والله أستاذ بابا يعني أنت هذا اتهام أعتبره اتهام باطل اتهام لا إن شاء الله مو باطل، بس أنا كمرأة أكيد أميل للمرأة وناشطة بحقوق الإنسان وده أشوف حالات العنف اللي تصير بالفترة الأخيرة كلش كثيرة أصلا مخيفة. بس إحنا ناخذ بصورة عامة لأن الرجل هو الـ رب الأسرة، فيعني من يظهر منا خطأ مو مثل ما يظهر من المرأة. المرأة يعني أولا أكثر نسائنا، ما نقول المرأة الموظفة الطالبة الكلية تطلع الهاي، أكثر النساء ربات بيوت فمغلوب على أمرها، من تتعنف يحصر صعبة الشغلة ما تقدر تدافع عن حقوقها. بس إحنا دا ناخذ الحالة الأعم أنه عنف الرجل للمرأة. أنت تقلبي شوية قلت المرأة تعنف رجلها، هاي شلون؟ أكو حالات أكو نساء يعني متمردات أنا ما أنكر، أكو نساء متمردات أكو نساء متسلطات، يعني مثلا المرأة تضرب رجلها، صارت عندنا حالات ضرب وصارت عندنا حالات قتل همينه، المرأة يعني تقتل رجلها، اكو هواي حالات بس حالات إذن بسيطة. يعني اذا يعني المرأة استاذ مو اني انا ما دافع عن الرجال، لا والله انا بالعكس المرأة دائما تكون يعني بانوثتها بجمالها لازم يعني انا اشوف هي بعد انثى غير شكل، عقلها هي تدير المشاكل وتدير وممكن السيطرة على كثير من الامور. بالفترة الاخيرة صار توجه انه فتحوا بكل محكمة استئناف إذا كرخ أو رصافة فتحوا قاضية عنف أسري، هاي القاضية تنظر بمشاكل الأسرة، طبعا متفضلين مجلس القضاء الأعلى للحد من حالات الطلاق وحالات المشاكل الأسرية. طبعا قاضية العنف الأسري تنظر انه يعني منو السبب منين، تريد أدلة، تريد بينة شخصية، أكيد. تريد تصوير، تريد وتتضح الحالة للمحكمة ويبين منو المقصر. صح. الأفو اكو مداخلة بالفترة الأخيرة وزارة الداخلية عندها تعاون مو طبيعي، الشرطة المجتمعية اكو ضابطات، اكو منتسبات، اكو منتسبين دا يتعاونون ويانا بهذا المجال، انه اي حالة دا نبلغهم حالات الابتزاز الالكتروني، هواي شغلات نبلغهم دا يتساعدون ويانا بشكل مو طبيعي. ساعات تلقون القبض على الاشخاص بالضبط المسيئين، بالضبط اكو هواي عندنا حالات يعني اذكر من عندهم الاستاذ سعد معن يعني متفضل اللواء سعد، تحياتنا إله، ورائد بسمة نقيب قطر الندى، يعني تحياتي لهم، تحياتنا لهم على جهودهم المو طبيعية، جهودهم المو طبيعية. الحالة أول ما دا نسيطر عليها دا نبلغهم بصفة شخصية، دا يطلعون للحالة، كثير من الحالات عالجوها بالتعاون كل الأطراف طبعا، تعالجت بدون اللجوء إلى المحاكم، وهذا أعتقد فد إنجاز يعني إن شاء الله. أيوة. ستزار حضرتك محامية؟ أنا حقوقية محافظة بغداد. نعم.
ولست محامية. نعم، لأن أنا موظفة فما يصير أمارس المحاماة. نعم. إلا أنه أطلع تقاعد أو بس خلصت كلية قانون. نعم نعم. يعني ستي حضرتك أكيد عندك بنية. أكيد أكيد. نعم. إذا زوجتيها هسه الشخص نعم. شقد راح تخلين مهر؟ والله حسب اتفاقهم، مش أقول لك يعني. شقد 10 ب25 10 ب20 15 ب20 يعني هو لسه ماشي 10 ب20 10 ب20 أي هذا يرضي الله. أكو حالات خاصة يعني. زين، والله سبحانه وتعالى قال خلوا مهر 10 ب20 أو 25 الله سبحانه وتعالى قال. اسمح لي، المقدم العائلة ما تستلمه، المقدم هم يجهزون به، يمكن هذا الشيء الماشي. عوف المقدم المؤخر على تفاهمهم ومدى استمراريتهم. زين. بالحياة الزوجية. زين. أوكي أوكي. تناولنا الموضوع جدا شيق وجميل. إن شاء الله. زوجت بنتك، أنا من تحكي مو عن بنتك أنت. نعم. يعني عموما كأم إيه. نعم. زوجت بنتك وبنتك طلعت غير مؤهلة وصوتش بيها، تعرفين هي مذنبة. نعم. شو راح تكسمي ظهر الرجال؟ أنا لا، إذا ما أشوف بنتي مؤهلة يعني من ناحية الشهادة، من ناحية الـ 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 النضج العقلي، أنا ما أزوجها، ما أورطها، لأن بالتالي تبعاتها راح ترجع علي. صح ولا لا؟ الأمهات هي شغل البنات غير مؤهلات يعني. نعم. أنا كثير من الفتيات سألتين انت شو تعرفين الطبخين؟ تقول لا ما اعرف اطبخ. اقول لها زين شلون اذا راح تروحين بالعش الزوج راح تتزوج؟ ها الله كرماني ماما هم الزوجات وكل شيء ما تعرف. نعم. انت دليفري من برا لحد ما اتعلم طبخ. زين هذا كلام منطقي برايك؟ لا انتي؟ اكيد مو منطقي. اني يعني اني دائما اطلع افادات، اطلع يعني دوامين عندي، فاني بناتي معتمده علي يعني كاني معتمده عليهم بشكل يمكن اقول لك 100% باداره البيت، بالطبخ، باداره المنزل كله. يدارون اخوانهم الكبار، عندي اخوانهم كبار، فأني بناتي مؤهلات. بس أني عندي بالدرجة الأساس يعني أني كأم وكحقوقية وكناشطة وكناصحة لازم البنية تصير على مستوى عالي من الثقافة، مو زواج وبس. لا زين زين تمام. كلام جميل. هل أنت مع أم ضد الحالات الزوجية من يصير بيها مشاكل ويدخلون العمام والخوال وكذا وما أعرف شنو، مع هذا الشيء أم مع الشخص أو الإنسان أو مع الزوج والزوجة اللي يتفاهمون بيناتهم ما وصلوا النتيجة دخلوا بالمعروف يطلعون بالمعروف؟ نعم. ليش يتدخل الخال والعم والكذا؟ ولربما صارت كثير من المشاكل وصلت بها حتى للقتل. صحيح. صحيح. ولهناك ورجعت زوجها يعني. صحيح. شنو السر اللي بالموضوع؟ انت مع هذا الشيء لو ضد هذا الشيء؟ انا والله مع انه المشكله تنحل بين الزوج والزوجه، لان من تدخل اطراف راح تصير اراء مختلفه. نعم. راح تصير وجهات نظر. بيناتهم يحلون الموضوع. رجاء اللي نتمناه من عندكم مثل ما دخلتوا بالمعروف، اذا ما متفاهمين طلعوا بالمعروف بدون مشاكل، بدون ما الاخ يتدخل، حتى اخ البنيه يعني اخو البنيه الفتاة ممنوع يعني يتدخل. صحيح. رجال ومرأة متفاهمين تمام، ما متفاهمين ايه؟ نطلع بالمعروف آراء. على شنو يعني هالمشاكل وكذا؟ وانا دا اشوف اكو لربما نوع من التخلف عندنا يعني ست ازهار ليش قلت لك يعني الثقافة العامة جدا ضرورية للأسف يتدخل ايه؟ ولربما يتعرض الزوج الى الضرب المبرح من قبل اخو البنية او خواله وعمامه وكذا. يجي دور منظمات المجتمع المدني، خلي احنا نشرك كل الاطراف بهاي. نعم. العملية. نعم. ما نقول انه القضاء. نعم. مسؤول او الاسرة. نعم. او دور منظمات المجتمع المدني بتوعية الام. نعم. لان الام اذا كانت واعية كل افراد الاسرة راح يصيرون على مستوى معين من الثقافة، ما نقول مستوى عالي. منظمات المجتمع المدني لازم يصير عندهم تحرك على الأسرة، على العائلة، على طالبات الكلية. نعم. إنه أوعيهم شنو الزواج، شنو المسؤولية، شنو الأطفال بالضبط، شنو المشاكل، شنو الطلاق. هاي واجبات الأم واجبات بالدرجة الأولى. هاي واجبات تعلم الأم. بنتها عالشيء الصحيح ببيتها، تعلمها الأدب، كأسرة، كبيت، نعم، كطبوخ. نعم. حتى نعم. تروح لبيتها الزوجي. نعم. تكون مؤهلة. نعم. هسا أغلب النساء ستزار خلينا. نعم. واقعيين إذا تريد تتزوج تقول أنا أريد رجال واحدة ما عنده لا أب ولا أم. أيوة للأسف الشديد. صحيح. هذا ليش لحد سبب راحته هي. صحيح. وإذا نتكلم هذا الموضوع يرادنا أكثر من حلقة وأكثر. صحيح. وقت. صحيح. وكذا، ولربما نختلف في بعض الآراء أنا وياك ما نوصل. أيوة. الحل بهذا الشيء، لأنه البنية تريد على مزاجها. شوف أنا بس مو أم بيت. نعم.
تتزوج غير مؤهلة فتريد على مرامها كل ديليفري وكل رجل على المرام جيب الفلاشي وكذا مو طبعا ما تعرف تتجاوز خطوات يعني خلينا نقول تضيع عيوبها للأسف الشديد بهالشيء أمور كلمة تحبي توجهها لبرنامج شخصي معروف وللجمهور اللي يتابعون هذا اللقاء نعم إن شاء الله يعني أني أوجه تحية لكل شاباتنا وكل أمهاتنا وكل رب أسرة أوجه أول شيء لرب الأسرة أن يكون قيادي أن يكون محايد أن يكون يعني عينه على عائلته على أسرته يتابع الصغيرة والكبيرة الأب من تفلت زمام الأمور من إيده بالبيت احسب الأسرة يعني على وشك الانهيار طبعا أكيد هاي بالنسبة لرب الأسرة بالنسبة للأم تكون على درجة من الوعي ومن الثقافة مو شرط الأم تكون خريجة كلية ولا تكون دارسة لأن الثقافة ما لها علاقة بالدراسة بس تكون متطلعة تشوف البرامج التثقيفية تطلع على الكتب تطلع على حقوق الإنسان تكون فاهمة بكل شيء لأن من راح تكون فاهمة راح تنشئ جيل مثقف واعي راقي يتجاوز العقبات يتجاوز المشاكل بالنسبة لفتياتنا أنصح كل بنية أنه تكون مؤهلة للزواج ما أستعجل لأن الزواج هو ما راح يطير صح لو لا أولا تكون تكمل دراستها تكون على مستوى من الثقافة تكون على مستوى من الاطلاع على الحياة الزوجية على حقوق الإنسان على مود تتجاوز كثير من العقبات بعدين أناشد وزارة التربية كان عندنا درس اسمه حقوق الإنسان يعلموه من صف أول ابتدائي صعودا للإعدادية هذا الـ يعني استأنفوه يعني شالوه من المناهج الدراسية شكرا إليك ست أزهار الدلامي لحضورك برنامج شخصية معروفة تحياتنا إليك أكيد مشاهدي الكرام هكذا انتهى اللقاء لهذا اليوم مع الحقوقية والناشطة الست أزهار الدليمي تحياتنا إليك وشكرا إليك لحضورك برنامج الشخصية معروفة مشاهدي الكرام أكيد كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم الإعلامي علي الدلوي وكان معكم في التصوير عباس حسين لنا الملتقى في حلقات أخرى وبرنامج الشخصية معروفة وضيف آخر أكيد تابعونا نقول لكم مع السلامة.